السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا هذه القناة ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم كيف العادة جبت لكم أخر ما كاين في الجلابة المغربية، تشكيله متنوعه ورقيه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كاين عندنا مجموعه من الموديلات ديال الجلابه، كاين جلابه دو بياس، كاين جلابه بوحدها، وكاين جلابه كذلك بالثوب ديال الكريب، بالثوب يعني مخطط عن اخر ما كاين في الموديلات ديال الجلابه المغربيه. كاين موديلات كذلك مخدومين بالراندا، بالراندا الرقيقه والراندا العريضه. إلى عجبكم هذا الفيديو هذا كيف العادة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك، زر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بآخر ما كاين في الموضة المغربية. وإلى عجبكم الفيديو كذلك ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، كتشجيع لنا باش نقول ان شاء الله دائما نشارك معكم اخر الموديلات ديال هذه السنه هذه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.